دشن الهلال الأحمر الإماراتي بدء العملي في تنفيذ مشروع المياه المركزي بمدينة ذباب في الساحل الغربي، ويتمثل المشروع في تأهيل بئر مياه ارتوازي مع خط ضخ رئيسي وشبكة مياه داخلية بطول 17,000 متر. مندوب الهلال ذكر أن المشروع سيتم إنجازه في مدة لا تتجاوز 4 أشهر بهدف إنهائه بشكل جذري معاناة سكان مدينة ذباب الناتجة عن شحة مياه الشرب. لبداية تدشين مشروع مياه استراتيجي والذي سوف يسهم بإذن الله بشكل إيجابي من قلة شح المياه. يتكون المشروع من مياه بطول 17 كيلومتر بالإضافة إلى بئر وغطاس وخزان مياه يسع 100,000 لتر مكعب، بالإضافة إلى أن تعمل بالمنظومة الشمسية. يستفيد من المشروع زهاء 10,000 نسمة في مديرية ذباب والقرى المجاورة لها، والذي سوف يرى النور بإذن الله خلال المرحلة القادمة. أمين عام المجلس المحلي أكد أن الإمارات قامت بدور كبير في تطبيع الحياة من خلال تنفيذها لجملة من المشاريع الخدمية والتنموية، ومن ضمنها مشاريع المياه التي وصلت إلى 36 مشروعا توزعت على مناطق الساحل الغربي المحررة. مشروع المياه هذا يعني كان متعب للبلاد، والآن يعني لازلنا في هذا الموضوع، يعني من الوايتات والناس اللي حقوا بعد الوايتات وتعب في الماء جدا. 100 لتر يعني يوصل الى 100 الى 1000 ريال، ولا نرجو يعني الاهتمام والاسراع في تنفيذه. الاهالي عبروا عن فرحتهم الغامره بهذا المشروع الذي بدا العمل فيه بوتيره عاليه لما يمثله من اهميه لهم ورفع معاناتهم في ظل شح المياه وارتفاع اسعارها بصوره كبيره. طبعا المركز المديرية من المراكز التي تعاني من المياه منذ أكثر من 9 سنوات. المشروع متوقف القديم وتعثر في تشغيله، وهناك كثافة سكانية تتجاوز 10,000 نسمة يعانون من شحة المياه، ويحتاجون مثلا إلى بالنسبة لدخول المياه عن طريق البوز، والدبة تكلف إلى حد 500,000 ريال الدب اللتر. ونشكر الجهود التي بذلت من قبل الهلال الأحمر، من قبل الأخوة المقاولين في تنفيذ هذا المشروع، والذي سيعود أهميته إلى الانتفاع العام لأبناء المنطقة بشكل عام. يذكر أن الدعم الإماراتي المتواصل كان له الدور الكبير في إعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي لما يمثله من تلمس لاحتياجات المواطنين في المناطق التي تم تحريرها من عبث الميليشيات الحوثية.